السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا في تلاميذ السنة الثالثة إعدادي في هذا التمرين في الحساب المثلث. نبدأ بقراءة معطيات التمرين. نعتبر ألفا قياس الزاوية حادة. إذا علمت أن كوس ألفا يساوي 1 على 2 فاحسب سين ألفا وتانجنت ألفا. إذا عندنا واحد العلاقة ما بين السين والكوس. إذا لدينا سين ألفا مربع زائد الكوس ألفا مربع تساوي 1. هذه من العلاقات المهمة جدا. إذا عندنا الكوس يمكن لي نلقى السين بسهولة. إذا سين ألفا مربع تساوي ماذا؟ الكوس كاينة في الطرف الأول غادي نديها للطرف الثاني غتترجع 1 ناقص الكوس ديال الكوس كاري ديال ألفا. إذا في حنا عندنا الكوس ديال ألفا كتساوي 1 على 2. إذا 1 ناقص الكوس كاري ألفا. إذا كنعوض الكوس ألفا بالقيمة ديالها. إذا 1 على 2 الكل أس 2. إذا 1 ناقص 1 على 2 أس 2 هي 1 أس 2 على 2 أس 2. الأس كتمشي البسط والمقام. إذا 1 ناقص 1 أس 2 هي 1 على 4. نوحد المقامات. إذا المقام الموحد هو 4. إذا 4 على 4 ناقص 1 على 4. 4 ناقص 1 3 على المقام المشترك. إذا السين كاري ديال ألفا تساوي 3 على 4. حنا كنقلبوا على السين. إذا بما أن السين ألفا محصور بين الصفر والواحد أي السين ألفا يساوي قيمة موجبة فإن سين ألفا يساوي الجذر ديال 3 على 4. إذا ممكن نبسطو الجذر. إذا الجذر ديال 3 على 4 كيساوي لنا الجذر ديال 3 على الجذر ديال 4. كما كتعرفوا الجذر ديال أ على بي يساوي الجذر ديال أ على الجذر ديال بي. هذه قاعدة مهمة نعتبر حال أ و بي عددان موجبان. إذا يساوي الجذر 3 والجذر ديال 4 تساوي 2. إذا سينوس ألفا يساوي الجذر 3 على 2. من بعد غادي نلقى طنجونت ألفا. إذا عندنا السين وعندنا الكوس ديال نفس الزاوية. إذا يمكن لي بسهولة نلقى طنجونت ديالها. إذا طنجونت ديال ألفا تساوي سينوس ديال ألفا على الكوس ديال ألفا. إذا كنعوضو السينوس بالقيمة ديالها اللي هي جذر 3 على 2 والكوسينوس عندنا في المعطيات هي 1 على 2. إذا البسط في مقلوب المقام. المقام عندنا 1 على 2 المقلوب ديالو هو 2 على 1. إذا كنختزلو بالعدد 2 يبقى جذر 3 على 1 اللي هو جذر 3. إذا طنجنت ألفا يساوي جذر 3. السؤال الثاني. إذا علمت أن طنجنت ألفا يساوي جذر 3 فاحسب كوس ألفا وسين ألفا. إذا عندنا علاقة ما بين طنجنت. لدينا طنجنت ألفا يساوي سينوس ديال ألفا على كوس ألفا. أي ممكن نلقى علاقة ما بين أي مثلا ممكن نبسط هاد الكتابة ونقول ولدينا كذلك طنجنت ديال ألفا يساوي جوج جذر 3. إذا من العلاقتين 1 و 2 يمكن أن نستنتج علاقة ما بين السين والكوس. إذا من 1 و 2 نستنتج أن سينوس ديال ألفا على الكوس ديال ألفا تساوي جوج جذر 3. إذا ممكن نكتب أن سينوس ديال ألفا تساوي جوج جذر 3 الكوس ديال ألفا. إذا لقينا واحد العلاقة ما بين السين والكوس. وعندنا العلاقة المشهورة اللي كتجمع كذلك ما بين السين كاري والكوس كاري. إذا لدينا سين كاري ديال ألفا زائد الكوس كاري ديال ألفا تساوي 1.
إذا من هذه العلاقتين ممكن نحسب الكوس والسين. إذا شنو غادي ندير؟ غنخلط على هذه العلاقة هذه وغادي نعوض إما السين ولا الكوس. إذا هنا ممكن نعوضه السين. إذا عندنا السين كاري ألفا، هذيك السين كاري راها هي السين كاري ألفا، ممكن نكتبها بهذا الشكل هذا، الكوس كاري ألفا تساوي واحد. إذا نعوض السين ألفا بهذا القيمة اللي كاين هنا اللي هي جوج جذر ثلاثة كوس ألفا. إذا جوج جذر ثلاثة الكوس ألفا الكل أو كاري زائد الكوس ألفا تساوي واحد. ممكن نبسطو، دابا عندنا معادلة فيها مجهول واحد اللي هو الكوس ألفا، إذا ممكن نلقى هذا المجهول هذا بسهولة. إذا عندنا جوج جذر ثلاثة كوس ألفا الكل أو كاري، إذا يساوي جوج جذر ثلاثة أو كاري، لأن يعني الكاري كيدخل على الأعداد اللي كاينة داخل القوس. إذا كوس ألفا كاري زائد الكوس ألفا كاري، الكوس كاري ألفا تساوي واحد. إذا جوج جذر ثلاثة أس اثنان يعني أربعة، أس اثنان هي أربعة، وجذر ثلاثة أس اثنان هي ثلاثة. إذا هيدا جذر ثلاثة أس اثنان، الكوس كاري ألفا زائد الكوس كاري تساوي واحد. إذا أربعة مضروبة في جذر ثلاثة أس اثنان هي أربعة في ثلاثة، إذا أربعة في ثلاثة وأربعة في ثلاثة هي اثناش. كوس كاري ألفا زائد الكوس كاري ألفا تساوي واحد. إذا عندنا اثناش كوس كاري ألفا زائد واحد كوس كاري ألفا، إذا هي تلتاش الكوس كاري ألفا تساوي واحد. إذا الكوس كاري ألفا تساوي واحد على تلتاش. وبما أن الكوس ألفا محصور بين الصفر والواحد لأن ألفا زاوية حادة، إذا الكوس ديالها محصور ما بين الصفر والواحد، فإن الكوس ديال ألفا يساوي الجذر ديال واحد على تلتاش هي واحد على جذر تلتاش. إذا لقينا الكوس ألفا، دابا غادي نرجع لديك العلاقة اللي عندي اللي لقينا ما بين السين والكوس. إذا لقينا بأنه، إذا وبما أن السينوس ألفا تساوي جوج جذر ثلاثة الكوس ديال ألفا، إذا كنعوض الكوس ديال ألفا بالقيمة ديالها. إذا جوج جذر ثلاثة مضروبة في واحد على جذر ثلتاش. إذا هي جوج جذر ثلاثة على جذر 13، هذه قيمة سينوس ألفا.